يعني السلاح ذاته ممكن الجيش بتاع الجهاديه يجاهد السلاح مصروف نفسه. الفريق مترجم بانه وراء البناء وهو يعني يساعدنا بتبرع مالي، وهو لهذا يطلب مني قصه طويله. البارون بتاع الغنال ده المسيحي قال له ان البناء ده شنو؟ ده اول مسجد يبنوا له اخوان المسلمين. قالوا له ده مسجد يا اخوان المسلمين، برع لهم ب 500 جنيه. في الجامعه هنا زي ما دايرين صاروا السلطه برا. ما بيختلف مع الاسلام، وفي الدستور ده قال لي ذات الملك منصومنا لا تمثل. رايك شنو؟ المرشدين يكونوا فين؟ دي الغيمه دايرين نوصل احنا وقولوا امين. ده يعني الدين هندو؟ وكنت عارف طوالي؟ ما كده. تفتكر الشاب ده؟ احنا دايما لغايه الجامعه دي غايته بتصل حد. اذا كانت اتغيرت اتغيرت، لكن كان ما اتغير الحد. عارف انه مش محمد دي مقسمه ل 73 فرقه واحده ناجيه، مع انه ال 72 فرقه كلها عملت لها جامعه وما تجيش. ما بسيطه كده كده ما مستوى جامعه. وما كل سنه قبل لا في اوضه كده كده خلاص بقت. حتى لو كان في مقاطع سليمان المطبعجي من نجوى أحمد محمد البدوي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وزواجنا الذي نعقده اليوم يقوم على مشروع خطوة نحو الزواج في الإسلام، وهو مشروع قد أذاعه الأستاذ محمود محمد طه على الشعب السوداني منذ 1970. هي الصور المنفتحة على السنة النبوية، هي الصور اللي يمكن تحقق للمرأة كرامتها وللرجل كرامته وللمتقين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحيم. والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين. والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين. أما بعد. أما بعد. فإني.